شركاء حزب الله عم يبتعدوا عنه بعض الضربات اللي تلقاها. قدمت مقابلة جبران باسيل امبارح أقصى نقد لحليفه السابق حزب الله. إلى أضعف حاله وكشف قوته العسكرية وكشف لبنان كمان. بس الأهم من نقد باسيل للحزب هو اختياره قناة سعودية لانتقاد إيران ومغازلة محمد بن سلمان وتقديم أوراق اعتماد له. يعني حتى بمرحلة فرنسا راهنت على إقناع السعودية بخيار لا يرضى فيه المسيحيين واللبنانيين. ونشكر الله أنه المملكة العربية السعودية ما مشيت بهيدا الشيء. قبل باسيل علا نجيب ميقاتي نبرته تجاه إيران، علماً أنه ميقاتي كان محسوب على الممانعة ولعب دور أساسي بالتسوية بين الممانعة وفرنسا بلبنان. المطلوب من اليوم من إيران أن تتفهم وضع اللبناني، فعليها أن تكثر من هذا التفهم وتقلل من العاطفة نحو لبنان. طلع ميقاتي هذا الموقف بعد طلب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجاً على تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني. قبل سنة بالضبط ما فرجى ميقاتي هالحساسية لما كان وزير الخارجية الإيراني عم يبرم بالمنطقة ويحكي باسم المحور كله من ضمنه حزب الله. كمان وليد جنبلاط اللي دافع عن حزب الله وحرب الإسناد دعم توجه ميقاتي علناً. مواقف ميقاتي وجنبلاط ما ممكن تجي بهالمرحلة إلا بتنسيق مع نبيه بري، كون الثلاثة متكتلين بمبادرة واحدة لتنسيق التفاوض مع الخارج. بسوريا نظام مبرد جبهة الجولان وما حولها لجبهة إسناد للبنان بعز حشرة حزب الله مثل ما كانت الممانعة متوقعة. بالعكس صارت تحركات حزب الله بسوريا مؤيدة أكثر من قبل تفادياً للضربات الإسرائيلية. توجه النظام للتطبيع مع تركيا بعد مد اليد لدول الخليج ورغبة روسيا بتوسيع نفوذها بسوريا على حساب إيران بيتكاملوا مع هالمشهد.